Monsieur le ministre, vive l'Égypte, vive la France et vive la relation franco-égyptienne. معالي الوزير، عاشت مصر، عاشت فرنسا، وعاشت العلاقة الفرنسية المصرية. تحيا مصر وتحيا فرنسا. بسم الله ما ايه ده كتير قوي. ايه الحلاوه دي؟ ايه الحلاوه دي؟ عاشت مصر، تحيا عاشت فرنسا، رد عليه سياده الفريق هو صدق صبحي، تحيا مصر تحيا. هو ده، هو على فكره والله العظيم الصوره دي كل شويه كده تكرر لهم الجملتين دول هيموتوا، بكره هيموتوا اكتر. انا بقول لهم بس خليكم صحيح، مش هيعرفوا يناموا، هم الفتره دي مش هيعرفوا يناموا، مش عارفين الضربه رايحه فين وجايه منين، مش هيتوقعوا، لان ممكن لقوها قادر يا كريم في ضربات، في ضربات قادر يا كريم في معلومات، يعني في انا شيء يعني بغض النظر، لكن قادر يا كريم في اي اتجاه، والله في اي اتجاه ما تقلقوش، وانتوا مش هتعرفوا، خليكم هتفضلوا هناك طول مدى الحياه، هاربونا هاربونا هاربونا، خليكم عندكم، انا بقول لكم خليكم عندكم كلكم. هو المهم.